اللي هم شارلز ديكنز، ومن اكبر الكتاب اللي كتبوا عن السلوكيات النفسيه وتنميه البشريه. بيقول ايه تعريفه للنجاح؟ يقول النجاح هو التقدم. It's a progress. تقدم نحو تحقيق الهدف. بس الاهداف هذه يا شباب مربوطه بالتايم، زمن. ما في اهداف مفتوحه. كل انجاز توصل لازم تاخذ بعده سلم الانجاز لبعد. فبيقول لك ان النجاح هو تقدم. ليه كلمه تقدم ده progress؟ لانه اذا ما في تقدم في ايه؟ في تاخر. وليه انت مكانك سر؟ هل حياتك هي مجموعه من البروجرس ولا لا؟ مجموعه من الموفمنت ولا لا؟ كلها استاتيك؟ راجع الشريط. اذا ما في تقدم، ما في تغيير، تعليم، شهاده، اخذت موقع، تعلمت حاجه جديده، سويت، اكتسبت مهاره، في 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 دايناميك موفمنت ولا لا؟ ولا التقدم معنا؟ مع ذلك في ايه؟ في ثبات او تراجع. السؤال في نفس الوقت اللي انت ثابت فيه، اذا كان في ثبات تراجع، في شخص ثاني هيعمل ايه؟ هيتقدم. وده حيكون له النجاح اكثر من الشخص الثاني. فالنجاح مرتبط بهدف ووقت، بس لازم يصير فيه بروجرس. اوكي، كيف يحصل النجاح؟ هل هو النجاح يا شباب حظ غير عادي؟ هل هو مواهب غير عادية؟ في الحقيقة اللي قالوا ايه؟ قالوا هو له حظ غير عادي، وضع حظ عادي، انما هو مجهود غير عادي. فعلا مجهود غير عادي؟ اي مجهود غير عادي. في هدف، عندي هدف، ابغى احصل على اعلى درجة في الرياضة دي، ابغى اكون توب في الرياضة دي، ابغى اكون احسن واحد يعمل كده. عندك مجهود غير عادي، فالمجهود الغير عادي يتطلب ثلاث اشياء. يتطلب هدف اول حاجه. اثنين، يتطلب الالتزام بتحقيق الهدف. ثلاثه، يتطلب اصرار بتحقيق الهدف. ما هو ممكن انا عندي هدف واضح وليش انا بعمل كده؟ طيب هل انت ملتزم بيه؟ لا. هل عندك اصرار عليه؟ لا. ده يديك مثال. ايام احنا جينا ندرس اللغه الانجليزيه، درس اللغه الانجليزيه صح، انا ما هي لغتنا الام. ولما رحنا درسنا اللغه الانجليزيه، فاصرار تدرس عشان تتعلم لغه غير لغتك مجهود غير عادي. اي لغه، انجليزيه، فرنسيه، انك تتعلم لغه اخرى، فانت تحتاج الى هدف. بتعلم اللغه ولازم تشتغل على الهدف، تتعلم الجرامر، تتعلم الرايتنج، تتعلم كل السكيلز حقت اللغه هذه عشان تتقنها، صح ولا لا؟ فقعدنا شهور احنا قاعدين ندرس، يعني ما تصير اللغه تتعلم يوم ولا تاخذ وقت. فسالت واحد استاذ حق لغه انجليزيه درسنا في المعهد ذاك اللي هناك الزمن. فبقول له يا استاذ متى اعرف، شوف يعني انا ملتزم واعمل اصرار، متى اعرف انني اصبحت متمكن في اللغه الانجليزيه؟ متى؟ يعني متى؟ قديش ندرس؟ يعني متى يعني الاقي نفسي ان انا اصبحت فاهم لغه انجليزيه وضليع في اللغه الانجليزيه؟ فهو رجل حكيم ورجل يعني فاهم، هو استاذ في معهد اللغه. قال لي كلمه واحده، عارف قال لي ايه؟ تحلم بالانجليزي. ريت؟ قال لي تتمكن في اللغه لما تحلم باللغه الانجليزيه. قلت له ده مستهبل عليه ولا ايش؟ لا انا مثلا اقول كيف اتفكر في اللغه؟ يقول اقرا كتاب، اقرا مش عارف ايه. لا لا، انت تحلم بالانجليزي يبقى انت متمكن من اللغه. يا سلام. كنت المهم نسيت الموضوع، واستمرت في الدراسه وكده. وفي يوم من الايام، في ايام دراسه الدكتوراه، جاء الحلم بالانجليزي. الحلم باللغه الانجليزيه، وانا اتناقش بالانجليزي، الحلم كله بالانجلش، مش مره ولا اثنين، فصحيت مزعورا. الله، كيف حلم بالانجليزي؟ اتذكرت الموقف ده اللي قاله الاستاذ، قال لما تتمكن باللغه يوم ما تحلم بنفس اللغه اللي انت تعلمتها الثانيه.
يعني انت تحلم بالعربي ولا تحلم بالاندلسي مثلا؟ تحلم بالعربي تمام؟ تحلم بلغتك. الا اذا انت عارف لغه ثانيه هتعرف اللغه الثانيه هاي. في يوم ما حلمت الحلم كله بالانجليزي لاول مره حصل لي يعني شوك. قلت ايه ده؟ يعني طبعا خلاص يعني خلاص انا ممارس اللغه بكتب رساله الدكتوراه وشغال يعني. حسيت انه انا ومش مره وصارت تتكرر معايا الموضوع. فحسيت انه فعلا هدف تلتزم يوهاب شوف الكوميتمنت للهدف مهم. ما تزهق ما تطفش ما تمل تمام وتشتغل باصرار وعزم. هذه جدا مهمه. هذه ست امريكيه اسمها ستيسي أليس. احكي لك قصتها. اول امراه سلقت جبال ايفرست في العالم. ماونتينز ايفرست اعلى جبال في العالم. هذه لما طلعت في الجبل هذه هي شوفها على القمة. عارفين هملاي جبال ايفرست؟ في هملاي مثل هيك. وعام 1987 ستيسي أليسون هذه حاولت ووصلت وكان عندها تحدي تشالنج انها تكون اول امراه امريكيه في العالم تصل الى القمه. وعمليه صعبه على فكره، ترى سلق الجبال هذا رياضه صعبه. كان بينها وبين الجبل يعني الصمت القمه شوية كم كيلو، ما قدرت، حصل لها ظروف وفشلت انها تساوي المحاولة ورجعت بلدها. عام 1988 قررت ستيسي انها تعيد المحاولة تاني وتسلقت الجبل في 25 يوم. شوف التشالنج، 25 يوم تسلقت ووصلت الى القمة. بعد كم سنة من المحاولة؟ السنة اللي بعد تسلقت في 25 يوم ووصلت الى القمة، وهي هذه في اعلى القمة هشوفها موجودة. طبعا جبال. لما رجعت ستيسي لما رجعت تاني فالناس سألوها يعني الإصرار ده اللي عندك؟ ما دوبنا قلنا إيه؟ أن النجاح هدف التزام وإصرار. إيه الإصرار اللي عندك دي؟ أنت يعني لو واحد تاني كان بطل قال لك عندي بلا جبل بلا خلاص إيش المشكلة؟ خلاص مرة ما قدرت أسويها شوف إيش اللي وديني تاني. أصرت إنها تطلع وجابوها الناس وعملت محاضرات وألقت محاضرات عملت النجاح اللي سوته منهج يدرس للنجاح. قلت لك إن النجاح منهج. وعملت كتاب اسمه ماونتن كلايم. عملت كتابين، هذه صورتها وهي بتدي المحاضرات. وببساطة بسط لك المنهج حقها في الكتاب حقها الليسنز حقتها هذا ستيسي أليسون. والكتاب ميني ماوس ديكلاين ان جبال كثيره تتسلقها. الحياه هي عباره عن ايه يا شباب؟ جبال. عباره عن نعم مش بس حتى عوائق ونجاح وشغل محتاج له هدف واصرار. هذه امراه تسلقت هذه قدرت توصل وعملت من المنهج. عملت منهج اسمه كلايم يعني تسلق. اخذت الحروف الاولى من كلمه تسلق وراحت عملتها منهج. كلايم هذه خمس حروف عندك. الحرف السي اللي هو بنسميه سمته الكارج الشجاعة. والشجاعة زي ما قلنا مش انك انت تعرف تعمل اللي تعرف. شجاعة ان يكون عندك تحدي حقيقي. الشجاعة انك انت تتبع عندك رغبة تعلم. ان عندك تشالنج تبغى تسويه كل يوم. لازم يكون عندك شجاعة. الشجاعة مش انك تدي اعذار وتقول والله انا ما قدرت وتدي اعتذارات وتقول. وفرق على فكرة ما بين الاعتذار والاعذار. الاعتذار ان لما نغلط ولما نقدر ندي اسكيوزز. احنا ما ندي اسكيوزز. انما الناس تدي شجاعة تقول ليش انا ما عملت كده؟ انا بدي اعمل كده. تمام؟ والال هذه سمته الليرنينج التعلم. وفي حياة الإنسان كل يوم يتعلم. ما هو النجاح يا جماعة رحلة تعلم. واللي ما يتعلم كل يوم ما يصبح مشكلة أبسوليت. تمام؟ أنا كل يوم أتعلم. برغم إن أنا قارئ شرح أقرأ كثير وأطلع كثير وأروح كثير وأحضر تريننج كثير. كل يوم أشعر نفسي إن أنا ما تعلمت. I have to learn more. والإنسان اللي يعتقد وصل للحقيقة المطلقة يعني فاهم كل حاجة ما فيش اسم واحد فاهم كل حاجة. يو هاف كل يوم انك انت ايه؟ ليرن تعلم.
من كل، تعلم من الصغير وتتعلم من الكبير وتتعلم من كل واحد. الاي اللي مسمتها الانفستنج، يستثمر في وقته وفي جهده وفي عمله في حياته، وكل ريكرش وريال يصرفه في النهايه في ريتيرن عليه في الانفست حقه. موتيفيتنج، الام الدافع التحفيز، لازم يكون في عندك ايه؟ تحفيز. اذا الانسان ما عنده دافع من جوا، والله لو تعمل ايه؟ مش هشتغل، مش هيعمل. واخر حاجه، شوف خلي بالك، سي يعني الكيرج الشجاعه، ال يعني الليرن تعلم، كل يوم يتعلم شيء جديد. ما يستحي يقول والله انا فاهم ما ابغى، لا، يقرا ويطلع. الاي انفستنج، لما نشوف تريننج يدفع، لما يعمل كذا يصرف يصرف. وانفستنج مش معناتها فلوس بس، فلوس وقت من وقته يجلس. انا قعدت اخذت وقت عشان اتعلم، مش ده تايم؟ تايم عشان اتعلم، وده اي انفست التايم هذا موجود عندي، تمام؟ والام اللي هي في دافع، في سبب، لازم في سبب، في كورس موجود. اخر واحده اللي هي شباب مره حلوه، اللي هي البي، اللي سماتها البالانسنج، بالانسنج اللي هي التوازن. الحياه كلها توازن، لازم نكون ايه؟ معتدلين في كل شيء. الاعتدال، ان تكون معتدل في كل شيء تصير في حياتك، واحنا هم وسط، وانك تكون عندك ايه؟ حافز وشجاعه، انك انت تفكر دائما وتسوي وتعمل وما تخاف، ولو انت غلطت وفيها ايه؟ اتعلم، وتستثمر وقتك وجهدك في انك تتعلم وتعرف، ليرن كل يوم عشان تعمل كلايند اللي قالت عليه. كيرج محتاجه شجاعه، وانك تقول انا حاعمل كده، انا حكون كده، انا هحاول اعمل، ولو غلطت ما في مشكله، حرجع عيد المحاول، دي الشجاعه. فعملت منهج الست دي ستيسي اليسون وسمته ميني ماونتس تو كلايم، الكتاب حقها من اكثر الكتب مبيعا في العالم. ما هو؟ شوف نجحت، عملت النجاح في منهج، عملته في منهج اللي هو اسمه ايه؟ كلايمر. فاحنا نبغى نعلم شبابنا وابنائنا كيف ينجحوا. والله احنا لو زرعنا فيهم كيف ينجحوا ونحط الاسس حقتها، صدقني ان هم يكونوا قمه في تحقيق الانجاز. انما تقول له قلقني لو فلحت، وريني وشك لو فهمت، احنا شطار في ان احنا نعمل احباط الاخرين للاسف. احنا لازم نبطل الرسائل المحبطه، وندي الناس جرعه من ايه؟ من التحفيز علشان ينجح ويمشي. ما هو لو طول عمرك تقول له والله عمرك ما تفلح، كبر ودخل الدراسه وسبب، برضه تقول له عمرك ما تفلح، هيتخرج ويروح العمل يقول ومش هيفلح، وهيقول في يوم من الايام والله يا ابويا معاه حق، اهو قال ما هفلح وهيديني، اهو انا فعلا ما فلحت. فاحنا محتاجين ان احنا نعلم نفسنا ونعلم مين اللي معانا كيف ينجح. يعني الانسان يستخدم في المتوسط من 4-6% من قدراته، عدم معرفته ببعض قدراته. يعني كم واحد اكتشف في نفسه شيء قال الله انا كيف ما اكتشفت هذا الموضوع فيه؟ ده انا واحد حب الشعر وما عارف، انا شخص فكاهي وانا ما ادري، انا عارف امثل وما اعرف، انا عارف صوتي حلو واقدر اقول شيء معين، انا اقدر اركب حاجه. يعني ما يستخدم غير 4-6% والباقي يحتاج اليه، يكتشف ايه؟ المدفون منها. يعني عشان كده دايما نقول لك ايه في الاطفال، انك تشوف المواهب حقتهم، يقول لك نمي المواهب فيه. لينا من المهمات انك تكتشف ايه الطاقات اللي عندهم. كل انسان ربنا سبحانه وتعالى اعطاه الطاقات دي والقدرات، ما في احد ما ربنا اعطاه قدرات موجوده. سؤال، هل نحن نحسن استخدام القدرات؟ والله احنا لا ينقصنا قدرات في العالم العربي كله وفي الطلاب كلهم، ما في احد ما ينقص قدرات، لكن كيف نستغل ونعرف القدرات دي؟ نشغلها. ما هو الشطاره هنا كيف تجد الشخص اللي ايه؟ وتجد الطريق اللي يشغل القرار عشان يعمل نجاح. بالك الجزء العلوي هذه عباره عن القدرات. الجزء هذا السفلي هي دي العادات.
تاني هذه كلها ربنا اعطانا هي عند كل واحد فينا. كل واحد فينا عنده ذاكره وعنده تخيل وعنده اراده وعنده قناعه وعنده شجاعه وعنده ابتكار. كيف نحول نمكن القدرات الى ايه؟ الى عادات موجوده. هذه دي الثلاثة مرتبطة بنجاح شخصي، ودول الثلاثة مرتبطة بنجاح جماعي، يعني مع الناس في البيئة في الانفايرمنت اللي انت عايش. ما في حد ينجح لوحده، قاعد لوحده، ما انت جالس لوحدك، انت مع جروبس. مع شوف يا شباب، في شيء يسموه اعذار الفشل وفشل الاعذار. في ناس عندها اسكيوزز ما شاء الله تبارك، عندهم قاموس من الاعذار، اساتذه في الاعذار. ليه ما قاموس يعني تمام؟ حينما تقدم اعذار للفشل شو يقول لك؟ في الواقع انت تقدم اعذار عن عدم مقدرتك على تفعيل القدرات اللي احنا تكلمنا عليها والاستفاده منها. مع ذلك انت عندك قدرات اللي حسيت اللي حكينا عنها، انت ما انت عارف تشكلها، انت ما انت عارف تفعلها، عشان كده تدي اعذار. تخيل ايه؟ ابتكار ايه؟ ما اعرف، مش فاهم، انا مش متاكد، انا خايف، انا مش عارف. شوف لحظه بدل ما تتكلم ايه؟ لحظة اعذار، تدي اعذار اسكيوز. كما تفشل الاعذار في اقناع النفس واقناع الاخرين. يقول انت كنت تدي الاسكيوزز دي، يقول لك عم سيبك منه اوه كده، بس يديني ايه؟ اعذار، ما ناخذ منه حاجه غير ايه؟ بس اعذار. يا ريت في تحقيق نتائج، ما في نتائج. تاني الاعذار اقناع النفس، لانك انت شوف على فكره ممكن تضحك على الناس كلها مش تضحك على نفسك، انك هتعرف انك انت ايه؟ انه انت بتألف اعذار، بتألف اعذار، بيحاول يقنع نفسه يقنع الاخرين بالعذر اصلا علشان مش عارف ايه، بيحاول يحاول قصه اصله انا علشان خايف من المويه الحاره وخايف مش عارف ايه وما حقدر اسبح عشان كده السباحه ما اقدر انا اعملها. هو تخاف من السباحه ايه؟ ما تقدر نفسك في المويه. أنا أول ما تعلمت السباحة تعلمت السباحة وأنا كبير، أنت كيف تعلمت السباحة وأنت في الموت؟ طيب ليه أنت نايم؟ طيب ما أنت لازم تكسر حاجز الخوف وتعمل نفسك في الموية، رميت نفسي في الموية ما أغرقت ما سلكتك، صح خبطت شمال يمين تعلمت السباحة. باختصار الإنسان عنده غريزة، شوف عنده غريزة السرفايفنج. إذا أنت اقتنعت نفسك بأنك مش هتعرف تسبح مش هتعرف تسبح وهتستسلم وهتغرق من اول مشكله تواجهها في حياتك. You have to face the fact. عشان كده نبغى نزرع قيمه الاعتذار وليس قيمه العذر، لانه الاعتذار غير الاعذار. الاعذار excuses انك انت ما تعمل، لكن الاعتذار انك شايف انت مقتنع انه ده غلط وعشان كده بتقول هو غلط انا حاعمل تشينج في الموضوع ده. الاعتذار احنا ما عندنا ثقافه الاعتذار. ولا معلش والمدير الرئيس يقول لي مرؤوس احنا غلطنا صحيح وانا اسف، خلينا نحاول مع بعض تاني، خلينا نجرب تاني حتى على مستوى الحياه الاسريه والحياه الاجتماعيه. كم مره اعتذرنا وقلنا معلش انا اسف انا غلطت؟ كم مره احنا عندنا مشكلتنا انا مره متضخمه ما نبغى حتى نعتذر حتى على الغلط. وي دونت ونت تو ادميت ان احنا وي ميد ميستيك. شوف يعني متكبرين حتى ان احنا نعتذر سوري، نقول كلمه سوري والله فعلا خطا، لكن نوع لكن شطار ان احنا نعطي ايه؟ عذر. اصل هو ما هو فاهم، اصل هو فاهم غلط، اصل هو مخه متركب شمال، فاهم مخه متركب شمال يا جماعه؟ شو الكلام ده؟ اذا دايما نقول اعذار الفشل وفشل ايه؟ الاعذار. احنا ما بندور عن اعذار لكن بندور على الاعتذار. الاعتذار معنى ذلك انك انت ايقنت ان هناك مشكله and you want to change. سيكولوجيا تاسيس الفشل اخر حاجه هنتكلم عليها، اديك اسهل طريقه واسرع طريقه للفشل اذا حبيت تبغى اسرع طريقه للفشل، هديك الفورمولا علشان اختصر لك المشوار كله. اديك اول طريقه. واحد، لا تنظر فقط ترى، غمض عينك. اثنين، لا تقرر فقد تخطئ. ما تقرر حاجة، خليك قاعد عليه جنب الحيطة. مش لأنه أقول لك هيقرر يخطئ وأنت ما تبغى تعتذر، تبغى عذر. ثلاثة، لا تحيا فقد تموت.
خليك ساكت. اوكي اللي بعده، لا تتامل فقد تحاول. لا تحاول فقد ايه؟ تفشل. اضحك، خليك زي ما انت. لا لا احنا خايفين نفشل، خليك زي ما هو. دي تاسيس الفشل. انا بدي اخد كيف تاسس الفشل. لا تفكر فقد تفهم. انت عن نفسك شغل مخك ليه؟ يمكن تفهم تكتشفه. والله فهمت. ايش هذا؟ انا ما كنت فاكر نفسي اللي هفهم. لا تفهم فقد ايه؟ تعمل. ما انت لو فهمت هتقول لا. ما لو فهمت هتقول لا. ما هو شوف بعد ما فهمت تقول لا انا مش هرجع تاني، لا انا هحاول اكتر. فلا تفهم فقد ايه؟ تعمل. ما انت رايح دماغك خلاص. خد كمان لسه. لا تعمل فقد تفشل قلناها. قلنا هذه لا تحاول. يعني لا تحاول. هنا لا تعمل. يعني اختصر الموضوع. طيب كمان لا تتحرك فقد تتعثر. استاتك. خد اللي بعده. لا تتغير فقد تنضج. مو دونت وانت تشينج. ها فخلي يمكن تكتشف تقول اه والله انا هعمل تشينج وهساوي كده وهغير كده. لا بلاش خليك. اللي بعده. لا تنضج فقد تشيخ. اللي بعده. لا تشيخ فقد تموت. يقول ما احنا لو فهمنا كثير وفهمنا درسنا احنا ايش حيصير فينا؟ عشان قاعد مرتاح، ها؟ ريح دماغي. لا تحاول فقد تنجح. لا تنجح فقد تفشل. لا تحب فقد تكره. ليش تحب؟ اكيد تكره. لا تصعد فقد ايه؟ تسقط. هذه سيكولوجية الفشل. يعني اسهل منهج الفشل. حينما دا يغرس صعب من الفعل. كثير ناس في عندهم قناعات بدي. كل حاول يوني من الفعل. طول حاجة لا. خايفين من ايه يا جماعة؟ ما لازم تحاول. ولازم تجتهد ولازم تعمل. ما هو النجاح هذا يعني ست ستيسي أليسون دي اللي عملت منهج للنجاح حاولت وفشلت وجربت تاني وثالث ورابع ونجحت وكتبت منهجها وسوت وعلمت الناس كيف يعني بنوصل في النهاية في اليوم تبعنا كيف نبرمج النجاح في عقلنا. الموضوع يا شباب كله هنا. إذا أنت برمجت الفشل طول عمرك هتقول أنا ما حقدر. لو برمجت مخك في النجاح أنت هتنجح. أنت ايش تبغى تكون؟ نحن اللي بنوصل بالسلم هذا. السلم ده يمشي خطوات. كيف خطوة ورا خطوة توصل. أنت شايف قدامك هدف بتشتغل عليه. كل واحد فينا عنده هدف. اذا نختصر المحاضره دي اليوم او اللقاء تبعنا اليوم حول كيف ننجح. ان احنا محتاجين نفعل في نفسنا منهج النجاح وبرمجه النجاح في حياتنا وكل من حوالينا ومن خلف. بكل بساطه، هل نحن مستعدون ان نكسر حاجز الخوف والفشل زي ما بيقول لك؟ اتمنى اليوم بعد اليوم ما حد يقول لي كلمه انا ما حقدر، انا ما اعرف ايش اعمل مشروع، انا ما اعرف اعمل ايه ودري، انا مش ممكن اقدر. او اديتك امثله. اخذنا امثله واقعيه كيف الانسان يقدر ينجح، لكن اذا هو يقدر